طبعا راح نتكلم عن التوقيع وأهميته في تحليل الشخصية. عند كتابتك التوقيع بطريقة راح تكون بطريقة خاصة، يعني تعطينا قدر كبير إني أنا أعبر بحرية بعيد عن الشيء اللي متعارف تركيب الأساسية لبنية الحروف الأصلية. وأيضا أحيانا والغالب خلينا نقول يغنينا عن كتابة اسم الشخص في بعض الأحيان، ونلاحظ في بعض الشركات أو الأماكن الحكومية ودوائر الشركات الخاصة عند كتابة التوقيع يغني عن أني أكتب الاسم، خلاص هذا توقيعي، خلاص ما يحتاج أني أنا أكتب اسمي. فطبعا قبل ما ندخل في التوقيع هناك شروط، أنا عشان أحلل هذا التوقيع هناك شروط في دراسة وتحليل التوقيع، مو أي أحد خلاص وقع لأحلل شخصيته، لا، لازم أن يتبع الشروط. أول شرط أن يكون هذا التوقيع من تصميم صاحبه، أن يكون هو اللي صممه وهو اللي اخترعه هو اللي أخرجه. طبعا ما يعني يفضل، يعني يفضل أن يكون من تصميمه. الكثير مثلا والله أشوف أخوي أو أختي الأكبر مني توقيع الجميل، ممكن تصممي لي توقيع، والله صممت لي توقيع وصرت أوقع فيه وأقول هذا توقيعي، يعني نتمنى أن يكون من تصميمه. ولكن إذا مر عليه فترة زمنية طويلة وأصبح من توقيعه فخلاص يعني نحلل شخصيته. إذا من الشرط الأول أن يكون تصميمه، الشرط الثاني أن يكون مر عليه فترة زمنية، أن يكون مر على توقيعه فترة زمنية طويلة. أما الشرط الثالث أن يكون آليا بدون تصنع أو تكلف. أوكي، يعني أنا مغمضة عيوني، كلنا إذا حضرنا ورقة، عندنا ورقة أمامنا، أنتم مغمضة وقعي 3 مرات، راح تلاحظين هناك اختلاف؟ لا تجدي هناك اختلاف، ما راح تجدي اختلاف في التوقيع، وربما اختلافات بسيطة. هذا دليل اني صار اصبح اوتوماتيك، يعني خلاص صار في عندي برمجة على هذا التوقيع. هذا دليل انه مر عليه فترة زمنية وتوافق الشرط الثالث واصبح آليا. وأنا أعتبر الشرط الرابع وهو المهم ملاحظة الموقع، لازم أن تشوفين اللي قاعد يوقع أو يكتب التوقيع هو أثناء توقيعه، هذه نقطة مهمة أثناء عملية التوقيع. ليش؟ يهمنا معرفة بداية التوقيع من أين بدأ. الكثير يوقع عند بدايته ممكن يكتب اسمه ولكن يبدأ من اليسار إلى اليمين في توقيعه، يبدأ من اليسار إلى اليمين. الدلائل، هناك بعض الدلائل الخاصة، هناك بعض الدلائل الخاصة في تكوينة وتركيبة التوقيع تختلف إذا كانت البداية من اليسار إلى اليمين أو إن كانت من اليمين إلى اليسار، تختلف التحليل. واضح؟ فهذه مهم. الآن راح نتكلم في التوقيع. أول شيء راح نتكلم انه كيف انا اريد ان احلل بعد ما عرفنا من الشروط. الان كيف نحلل التوقيع، طرق تحليل التوقيع. طرق تحليل التوقيع لدينا 3 طرق في التحليل. اول طريقة عن طريق طبعا مثل ما قلنا النظام الرمزي هو كل شكل فني، فالتوقيع عبارة عن شكل فني، نستطيع أن نحلله عن طريق شكله العام، ماذا يشبه، نسميها الشخبطة العفوية، الشخبطات. طبعا هي ما راح تكون ضمن، ما راح نتكلم ضمن دورتنا عن الشخبطات، لأن الشخبطات أو الخربشات العفوية هذه اللي أخذ دورة الرسومات أو دورة خربشات معي أو مع أحد المدربين يستطيع أن يحلل، يستطيع أن يحلل شكل التوقيع. ماذا يشبه؟ هل يشبه النجمة؟ فنعطي دلائل النجمة. هل يشبه الوردة؟ نعطي دلائل الوردة. هل يشبه السيف؟ نعطي دلالة السيف. هل يشبه يعني البحر؟ هل يشبه القارب؟ هل يشبه، نعطي كل دلالة إلى ماذا يرمز في شكله، الشكل العام، ننظر له بشكل عام، ماذا يشبه،
ماذا يشبه هذه الشخبط أو هذه الخربشة العفوية، هذا الخربشة اللي هو مخربشها في التوقيع إلى ماذا تدل. هناك في أذكر جاءني توقيع طائر، رسم طائر صقر ولا نسر، ولا نسر والله مو مذاكرة، بس شكل طائر استطيع ان احلله، سهله جدا. اقول شوفوا شوفوا اندهاش، ما ادري شنو شنو راسم، شوف توقيعه رهيب وخطير بسيط. هذه لها دلاله نفسيه في صاحب الشخبطه او الخربشه اللي مخربشها. واللي عنده كتاب خربشات اللي انا كتابي الخاص، يستطيع ايضا ان يحلل من خلال الخربشه. الطريقة الثانية في تحليل التوقيع، التحليل راح يكون هو قوانين عامة. التحليل الثاني هو القوانين العامة. راح ناخذ إن شاء الله اليوم 85 قاعدة في تحليل التوقيع، 85 قاعدة في التحليل. ثم أيضا قاعدة غدا اللي راح نتكلم فيها هي قاعدة القوس والوتر. إذا ثلاث طرق. الطريقة الأولى هو الخربشات العفوية، ماذا يرمز في شكله، طبعا ليس ضمن دورتنا اليوم، ولكن راح أعطيكم بعد الصور أو الأمثلة عشان اللي عنده هذه دورة الخربشات أو اللي عنده خلفية عن الرسومات يستطيع أن يحلل، واللي عنده أيضا كتاب خربشات يستطيع أن يحلل. الطريقة الثانية اللي راح نتكلم فيها هي اليوم قوانين عامة في تحليل التوقيع، 85 قاعدة، وإن شاء الله غدا هي القاعدة أو الطريقة الثالثة في طرق التحليل التوقيع، هي راح تكون في القوس والوتر. ترى جدا سهلة، جدا سهلة الثلاث طرق. فأنت لك الحرية في التحليل سواء من خلال خربشات أو من خلال القوانين أو من خلال القاعدة أو نظرية القوس والوتر. فأنت لك الحرية في الاختيار، يا إما الثلاثة يا إما واحدة منهم أو تنتين منهم.